قالوا سيدي خلينا بالبلاد، خلينا 64 قطعة. نض واحد خويا قال لي اجي نعطي، انا غنعطيكم حقكم، انا بعدا واحد 3 خواتاتي اخرين صغارات، عطيت لكم حقكم، واش عطانا في 64 قطعة؟ عطانا كتار. شمتنا شي ناس لينا قلنا تقنا فيه، قلنا حنا راه عطانا حقنا، ماشي مشكل، غدرنا الله يعاون. صافي دعيناه الله. ملي جيت طلقت من الراجل بجوج دراري، جيت قلت ليها جيبي عليا غير فين نبني، غير فين ندير عاد دويره نسكن فيه. باع ليا واحد القرده الاولى بنيت فيه الدار، بنيت صلحت الدار، بنيت مسكنت فيها انا وجوج ولادي تكبروا. عاود شريت انا قرده اخرى قدام الدار، هو بقى كيبيع في البلادات هو ياكل، ويبيع في البلادات هو ياكل. تبيعنا الطرقان، طريق الواد، طريق الغابة، حفظ لينا البير العامة، أنا ولاد عمي بجوج حفظ داك البير، كيسالو فيه العامة كاع حنايا الورثة حفظهم، ماشي مشكل. دار الورقة تحتو كنمشي نخدم، تيدير اللي بغا مورانا. الشاري بغا يبيع الدار ديال الواليد، قلت لي عندك تبيعي ليا طريق، هضرت مع الشاري، هو يجي عندي قال لي علاش تجي لامك تهضر ليا مع الشاري، هو يجي يخبطني الأرض. بغا يبيع الدار ديال الوالد اللي بقات حدايا، سيدي الناس يعاونوني، بغيت نشد المحامي على هاد السيد، حقرني كيتبع عليا شهود الزور، بغيت المخزن يعاونني، فهاد السيد راه كيظلمني وكيدير المناكير مع شهود الزور، شد عليا المحامي، انا ما عندي واش نشد المحامي، راه ما عندي والو، راه ما في حاليش، ومطلقه بجوج دراري، راه مطلقه بجوج دراري، عباطلة شنو عندي، اخويا انا اختو. كان خوت لي كان تيهضر بلي تيخبط ليا الراس الارض، انا ماشي خويا هذاك، انا مال عدو ديالي ماشي خويا، ما نتصالح معاه، ما يتصالح معايا حتى لقدام الله. صافي بعدا عليا، باغي نعيش في الخبوته ديالي، بغا يخرجني الخبوته ديالي، وكيقطع لي الباطل على ولادي. عطاوني 20000 قال لك سير بحالك، زيتها ما كفاتنيش، قالوا لي عندك ضريب في الراس، عندك خاصك تمشي ديري السكانير في مكناس. ما عنديش الفلوس باش ندير السكانير، ما عنديش باش ندير المحامي، ما عنديش باش ندير حتى حاجه. صافي بقيت عاتاني راسي تيطبخ من داخل، اللي قال انا كذبت يمشي معايا ندير سكانير، طبيب بغا، الا قال لي ما كاينينش الضريبات في الراس، داكشي باش بغى المخزن يحكم يحكم. صافي رجع دابا الحل من المدينه، رجع لحدايا دابا على تهديد، تيهددني وتهدد ولادي. هاد السيد ما مزيانش، انا ما نقدرش ندير حتى حاجه مع هذاك السيد، هذاك السيد راه خايب، هذاك السيد ما تيتنكلا بلاد باه. خويا تعدى عليا، هرس لي راسي، ما بقى خويا المخزن بغيت يشد لي الحق من هاد السيد، تعدى عليا، راه راسي مطبوخة عباد الله، راه راسي دارني، حقر عليا، ما عندي فلوس باش نضد معاه، خاصني نشد المحامي باش، خاصني نمشي ندير السكانيرات باش، خاصني نمشي نعس في السبيطار باش، ورانا مظلومة عباد الله، ومشيت بحالي وجات ثاني تيقيدني عند جدارمية بغا يدخل ولدي للحبس، وعباد الله. انا تبعني من اللور، انا ما قديت على المحاكم، وما عندي جيب، وما عندي باش نركب، وما عندي باش نوض، وما عندي باش نركب، ما عندي حتى حاجه، واش ما عندي ولادي بغي يطيحهم ليا في الحبس، يبغي يخرجني يدير ليا تاني المشاكل في هاد الزر باش يحيد ليا داري، ورا دفعنا الرسومات تاني نمشيو للمحكمه. اقرا ليا سيدي، اقرا ليا، واش بغى هاد السيد عندي؟ قول ليا غير اش بغى، وانا ما لقيت باش نضاد معاه، وما كيخاف لا الله لا والو، راه بغا يقعد عا في باب المحكمة ديما.